يا مساء الخير والهنا والسعادة على كل مشاهدين قناة اي تي سي في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم انتي. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بنبدأ سنة هجرية جديدة، سنة 1446. كل سنة والأمة الإسلامية بخير، ويا رب يا رب إن شاء الله تكون سنة حلوة على كل الناس وعلى الأمة العربية كلها وعلى مصر طبعا يا رب، وإن شاء الله تبقى سنة مليئة بالخيرات بإذن الله يا رب العالمين. قبل أي حاجة طبعا عايزة أفكركم بأرقام التواصل الخاصة بينا، وكمان تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة ETC TV. بفكرك دايما بإنتي وحكايتك، ولازم دايما لو أنت عندك أي مشكلة أو لو في أي حاجة واقفة في حياتك تقدري تبعتلنا مشكلتك، وإحنا إن شاء الله نرد عليكي هنا في البرنامج بالحل اللي يكون مناسب ليكي. خلونا بقى نبدا الحلقه معاكم. عايزه ابدا النهارده معاكم بفيديو على السوشيال ميديا لصناعه المحتوى افراح حمدي. افراح بتقول ان في بنات وستات كتير عندهم اخطاء او ما يعرفوش الاخطاء اللي عندهم اللي ممكن تكون سبب في انها تقتل جاذبيتها في عين الراجل. يعني ايه؟ يعني واحده تكون تتصرف تصرف وهي مش عارفه ان التصرف ده ممكن بيكون بيقلل من اعجاب يعني اعجاب الراجل بيها او جاذبيتها في عينيه او ان هو يتشد لها. طب ايه هي الاخطاء دي؟ ايه الحاجات اللي احنا ممكن نكون بنقع فيها بتخلي الراجل او الشريك او الحبيب يتضايق ويطفش؟ تعالوا نشوف جزء من الفيديو ونرجع نكمل. طيب زي ما افراح قالت كده، في حاجات احنا بنعملها ما بنبقاش متخيلين ان الحاجات دي هي اللي ممكن تكون بتخلي الراجل اعجابنا يقل في عينيه او جاذبيتنا تقل في عينيه. يعني هي قالت انه فكره البنت او الست اللي بتقرر ان هي تتغير كليا بعد ما تدخل علاقه، لو كان التغيير ده هي عايزه تعمله او حباه، هو على حسب ذوق الراجل. يعني بيقول لها مثلا انا بحب الشعر القصير وهي شعرها طويل، لو هي كان نفسها تقص شعرها خلاص الموضوع مش مشكله، انما لو انت شعرك طويل وحابه الشعر الطويل بس هو مش حابب الشعر الطويل وبتغيري ده علشانه، دي حاجه بتبقى غريبه وبتقلل اكيد من ثقتك في نفسك وبتهز برضو صورتك قدامه، بتحسسه ان انت شخصيه مهزوزه، شخصيه مش واثقه في نفسها، شخصيه ما عندهاش يعني قرار ليها، يعني قرارها بتاعها هي، لا تستنى قرارات من الناس اللي حواليها. فطبيعي زي ما هي قالت كده هتبقي بابت. يعني ايه؟ يعني العروسه اللي احنا بنحطها في ايدينا وبنحركها وتقعد تتكلم، تحرك بقها وتحرك ايديها عن طريق ايدينا احنا، فدي اكيد يعني حاجه مش كويسه خالص. برضو في فكره ثانيه، هي فكره المراقبه الزياده. الراجل ما بيحبش الخنقه، ما بيحبش كل شويه انت فين، انت ما كلمتنيش ليه، انت مش عارف ايه، انت ما بقتش تحبني، انت مش حلوه. دي النتيجه انك انت كده بتزهقيه، هو ما بيصدق ان هو ياخد جزء من حريته، ففجأة يلاقي حد دخل حياته زود عليه المسؤوليات، زود عليه الخنقة، زود عليه الأسئلة، وحاسس ان هو دايما في تحقيق، فأكيد هيجري وهيهرب. وكمان خلي بالكوا انه الراجل بيحب الست اللي عندها ثقة في نفسها، زي ما قلنا قبل كده لازم تكوني متأكدة ان هو بيحبك وعارفة ان هو بيحبك. لكن فكرة بقى انتوا مثلا بقالكوا سنتين ثلاثة مع بعض تقعدي بقى كل شويه انت، لا انت بتحبنيش، انت مش بتحبني زي ما انا بحبك، وتقعدي تفتشي في حاجته وتقعدي تدوري وراه وتقعدي كل كلمه تحليها الف تحليل وتحليل، كل الحاجات دي بتزهق الرجاله. هما ما بيحبوش الحوارات الكتير، هما بيحبوا الحاجه سهله وسالكه وواضحه وصريحه وعلى طول كده في البوينت، على طول ستريت ان ذا بوينت على طول. ما تقعديش بقى تلفي وتدوري وتفتشي وتعملي فخوخ، تعملي فخ في فخ في فخ علشان خاطر تصطادي منه حاجة أو تعرفي منه حاجة هو مش عايز يعرفها لك، خاصة لو حاجة ليها علاقة بعلاقتكم انتوا الاتنين. ده هيبين قد ايه انتي مهزوزة ومش واثقة لا فيه ولا في نفسك. خدي بالك كويس قوي من الحاجات دي، لازم ناخد بالنا منها. وفي حاجة مهمة كمان لازم تاخدي بالك منها، الدراما الزيادة. احنا ليه فجأة بنبقى دراما كوين لما بيكون في حد في حياتنا؟ اقعد بقى اجيب المشاكل والاخطاء والحاجات اللي كانت عندي وانا صغيره كل الحاجات دي، ونفضل نعيط ونتضايق ونفضل كل شويه نشتكي ويبقى عندنا مشاكل وهموم طول الوقت. يعني هتبقى مرتبطه مقابلتك بيه بانه يا هروح اخد جرعه النكد، هروح اخد جرعه الهم. طب ليه؟ لا، مش بيقولوا الست الفرفوشه رزق،
خليكي فرفوشه، الراجل بيحب الست الفرفوشه، فلو عايزه تحافظي على شريك حياتك خليكي فرفوشه على قد ما تقدري. الحياه صعبه اه، والحياه فيها مشاكل ومسؤوليات وتحديات وحاجات كتيره جدا جدا تضغط علينا وعلى نفسيتنا اه، بس لازم يكون في وقت فيه انت فرفوشه ومبسوطه وبتتكلمي معاه وسعيده، وتخرجيه كمان من اللي هو فيه، مش تستني هو اللي يخرجك من اللي انت فيه، يعني شويه كده وشويه كده، بس خلي الفرفشه اكتر عندك انت شويه. دي حاجة من الحاجات المهمة جدا كان لازم نتكلم فيها مع ستات، لأنه ستات كتير بعد ما شريك حياتها يمشي أو يطفش، أنا ما عملتش حاجة، ده أنا كنت مهتمة بيه 24 ساعة، ده أنا كنت بكلمه كل شوية، ده أنا كنت بعمل وبسوي. أيوة، ما في الحاجات دي بيبقى فيها السم في العسل، في الحاجات دي بيبقى في حاجات بتخلي الراجل يجري ويمشي بعيد. خدي بالك كويس قوي من الحاجات اللي زي دي لو حابه ان انت تحافظي على حياتك وعلى شريك حياتك، سواء حبيب، خطيب، زوج، يعني الحاجات دي هتفرق معاكي كتير اكيد. تعالوا نروح بقى اخدكم لموضوع تاني كده لفت نظرنا على السوشيال ميديا. بنت كانت منزله بوست صوره فنجان كده او فنجان، وكاتبه عليه مفيش حد في مصر كلها عارف يخلي امي تطلع الصيني بتاعها من مكانه او من النيش الا ناديه السيد. تعالوا بقى اقول لكم الحكايه كانت ايه. نشوف الفيديو الاول، خلينا نشوف الفيديو الاول. الفراجيل ما خرجتش بس من النيش، دي خرجت من النيش وتعمل فيها كيك واتحطت في طاسه واتحطت على النار. فيعني الموضوع كبير جدا جدا، دي تضحيه كبيره جدا جدا ان اي ام في الدنيا تعملها. طبعا الشيف ناديه السيد هي من اشهر الشيفات على السوشيال ميديا، ومعروفه دايما بوصفاتها المختلفه، ومن فتره كانت نزلت وصفه كيكه الفنجان او جاتو شاتو الفنجان اللي شفناه دلوقتي. الوصفه دي اتعملت بفنجانين من البورسلين والصيني، وزي ما احنا شايفين كده شكلها جميل ازاي، قد ايه، وشكلها لذيذ جدا. واحنا معروف عندنا في معظم البيوت ان الامهات دايما بتحب تحافظ على اطقم الصيني ويحطوها بقى في النيش ومش بتطلع ابدا، وبقى مزار النيش ده مزار. تعالوا نزوركم كده النيش اللي عندنا ونفرجكم عليه في ايه، بس من بره باب النيش ما بيتفتحش، من الازاز، من خلال الازاز نتفرج، انما اكتر من كده لا. ناديه السيد عرفت تعمل المستحيل واقنعت جزء كبير من الامهات ان هم يطلعوا الفناجيل اللي بيحبوها وخايفين عليها ويعملوا كيكه شاتو الفنجان. وناس كتير فعلا بدات تصور الوصفه بتاعه ناديه السيد وهم بيعملوها ونزلوها على الانترنت، ومن هنا السوشيال ميديا كلها بدات تتكلم عن الوصفه اللي خلت الامهات يطلعوا الصيني ويستخدموه اخيرا علشان يعملوا وصفه جاتو شاتو الفنجان من غير بقى ولا فرن ولا اي حاجه. فمن هنا بقى بقول لكل ام، احنا ليه مش بنستمتع بالحاجات اللي بنجيبها؟ يعني ايه لازمه ان احنا نفضل شايلين الحاجه وما بنستخدمهاش خالص؟ بالعكس، انا بصراحه شايفه انه يا ريت كل ام تستمتع بالحاجه وتطلعها واستخدميها وخلي الولاد تستخدمها، ومش لازم مع الضيوف المهمين بس، لانه حتى كمان في بعض الامهات مش اي ضيوف، يعني مش كل الضيوف بيطلع لهم الفنجان زي ما قلت لكم من خلال الازاز فقط، انما لا، طلعوا الحاجه واستخدموها وافرحوا بيها. ويعني هي الصح نجيب الحاجه مش عشان نكنزها، زي ما بالظبط فايده الفلوس مش انها تتكنز كلها، لازم برضو نستمتع بيها شويه ونتعامل بيها في حياتنا شويه ونشيل شويه اه لليوم اللي هو بيكون صعب او اليوم الزنقه، انما برضو لازم نستمتع بكل حاجه في حياتنا. صدقوني يا جماعه الموضوع هيفرق معاكم جدا لما تجيبوا الحاجه وتفرحوا بيها على طول. يعني انا واحده من الناس اللي بجيب حاجه لو هي لبس انا ممكن البسها في المحل، ما عنديش مشكله خالص، لازم افرح بالحاجه في ساعتها، ولو ما فرحتش بيها يبقى كده خلاص راحت عليها. فلا، طلعوا الحاجه وفكوا عن النيش شويه كده واستخدموا الحاجه، وانتوا كمان استمتعوا بالحاجه وانتوا موجودين ومبسوطين وقادرين تعملوا اكل وقادرين تعملوا حاجات جميله ليكم ولولادكم ولضيوفكم كمان. انتي وصحتك بقى، دايما احنا معودينكم هنا في انتي برنامج انتي ان احنا نتكلم عن صحتنا وصحه بناتنا وستاتنا، واللي طبعا اكيد غاليه علينا كلنا وغاليه على كل البيوت. فعايزين نتكلم النهارده في انتي وصحتك عن حاجه مهمه جدا، وهي التلك او بودره التلك. الوكاله الدوليه لبحوث السرطان التابعه لمنظمه الصحه العالميه صنفت معدن التلك على انه ماده مسرطنه. تمام؟ الفكره بقى انه ده موضوع مهم جدا لازم كل ام تاخد بالها منه كويس جدا، لان احنا عارفين بودره التلك دي للاطفال دايما كتير من الامهات بتشتريها وبتستخدمها للاطفال، لكن هل بقى عمرك انت فكرتي انها ممكن تكون سبب لا قدر الله انها تجيب السرطان وسرطان المبيض تحديدا؟
الحقيقة ان كتير من الابحاث اتعملت واتكلمت بالفعل عن خطورة التلك، وان خطورة مادة التلك نفسها، وانها ممكن تسبب سرطان، وخاصة سرطان المبيض زي ما قلنا. ربنا يحمي الجميع يا رب. ومن كام سنة كانت أعلنت شركة شهيرة جدا لمنتجات العناية الصحية وخاصة بتاعة الأطفال، أعلنت الشركة دي بتوقف بيع بودرة التلك للأطفال على مستوى العالم في سنة 2023، السنة اللي فاتت. وده كان بسبب تلقي الشركة آلاف من الدعاوي القضائية بشأن سلامة المستهلك والأضرار الصحية اللي سببتها على المدى الطويل، وإنها ملوثة بمادة مسرطنة. طيب تعالوا أقول لكم على أشهر أضرار بودرة التلك. هي خطر جدا جدا يا جماعة على الستات اللي عدوا سن الـ30، وفي علاقة بين بودرة التلك والسرطان، وستات كتير بيتم تشخيصهم بالمرض من غير ما يكونوا عارفين إن ده السبب. ولما الدراسات أكدت وجود صلة بين الإصابة بسرطان المبيض وتعرض الجلد في المنطقة الحساسة عند الستات ببودرة التلج، بدأ ستات كتير يتقدموا بدعاوي قضائية إنه البودرة دي سببت لهم السرطان، وبدأوا يطالبوا الشركة بتعويضات كبيرة جدا علشان خاطر يتعوضهم عن الأذى الجسدي والصحي اللي هم تعرضوا له. والشركة نفسها كمان وقفت إنتاج البودرة دي. وخدوا بالكم بس، اهم حاجه انه حتى بعد ما الشركه دي وقفت انتاج البودره دي، انه ماده التلك نفسها بتكون موجوده في مستحضرات تجميل كتيره. يعني خدي بالك بقى يا ستات، كل الستات والبنات خدوا بالكم وانتوا بتستخدموا مستحضرات التجميل، لازم تاخدي بالك كويس قوي من المكونات اللي عليه. اقري لو لقيتي فيه تلج، يعني ممكن بودره الوش يبقى فيها، ممكن حاجه من انواع الميك اب تبقى فيها، البودره المعطره بتاعه الجسم ممكن يبقى فيها. فخدوا بالكم كويس جدا جدا من الموضوع ده. اقري المكونات بتاعه اي حاجه بتشتريها ليكي او لطفلك، لو فيها ماده التلك دي ما تشتريهاش ابدا، خاصه وان وزاره الصحه العالميه امبارح، منظمه الصحه العالميه امبارح اصدرت بيان بانه لا، ماده التلك دي ماده مسرطنه وممنوع استخدامها نهائيا. فربنا يحمي الجميع، ربنا يحفظنا ويحفظ اولادنا. احنا كنا بنستخدمها للاطفال على فكره في بدائل. هتقولي لي طب انا اعمل ايه دلوقتي في الطفح الجلدي اللي بيحصل للعيال مطرح البامبرز والحاجات اللي زي دي؟ في كريمات كتير طبيه للمشاكل الجلدية اللي زي دي للأطفال بالذات، وللكبار الناس اللي حابة بقى تعمل بشرتها بقى أنعم والكلام ده مفيش مشكلة، بس أهم حاجة ما يكونش فيها تلج. وأهم حاجة برضو إنك ما تستخدميش حاجة من دماغك، لازم يكون في استشارة طبيب. فأنا بقولك أهو، العالم كله بيرفع قضايا على المنتج ده لانه سبب امراض صعبه جدا. فكره ان الست يجي لها سرطان تبقى مش عارفه بسبب ايه، وفي الاخر يطلع بسبب بودره التلك، دي حاجه ما كانتش متوقعه، فحاجه صعبه جدا. فارجوكم ربنا يحميكم ويحمي اولادكم، ربنا يحمينا جميعا. لازم يكون عندنا وعي وناخد الاخبار اللي من النوعيه دي بشكل جدي، وناخد بالنا كويس قوي من الحاجات اللي بنشتريها، الحاجات اللي بنستخدمها لينا ولبشرتنا ولولادنا وكده. فلو عندك بودرة تلك قومي ارميها حالا. كل اللي اتفرجوا عليا قومي اول ما الفصل يجي، استني ثانية بس، هنطلع الفصل كمان شوية صغيرين، بس تقومي على طول ترمي بودرة التلك اللي عندك، لان خلاص اثبت بالدليل القاطع ان هي مادة فيها مادة مسرطنة. خدي بالك كويس جدا جدا، ربنا يستر علينا يا رب جميعا ان شاء الله. عندنا ايه النهاردة بقى؟ النهارده عندنا فقرات ان شاء الله تستمتعوا بيها. في مراحل كتير بتعدي بيها الست في حياتها، ومع كل مرحله بتقابل فيها تحديات وصعوبات من نوع مختلف. طب ازاي احنا نقدر نواجه الصعوبات والتحديات دي ونتغلب عليها من غير بقى ما نهرب منها، ومن غير ما نتأذي نفسيا، وازاي كمان نتعلم نتصرف صح في المواقف اللي زي دي؟ ده اللي هنعرفه من ضيفتنا دكتور غادة فكري، استشاري العلاقات الأسرية. وكمان معانا فقرة عن مبادرة لدعم وتشجيع أصحاب الحرف اليدوية اللي كلنا بنحبها وبندور عليها. المبادرة اسمها I Make This.
دايما يعني احنا هنشوف كده المبادرة دي بتتكلم عن ايه مع صاحبة المبادرة، ونعرف تفاصيلها. وصاحبة المبادرة هي رانيا عاطف اللي هتكون ضيفتي في استوديو انتي كمان شوية بإذن الله. نعرف بقى تفاصيل المبادرة وجات لها منين الفكرة، وكمان شغلهم بيبقى عامل ازاي على أرض الواقع. بس خلونا الأول نطلع لفاصل، واللي عندها بودرة التلك يلا قومي ارميها بسرعة، طالعين الفاصل اهو، وارجعوا كملوا معانا متابعة الحلقة ان شاء الله تعجبكم. يلا فاصل. This shop creative. دي مش مجرد جملة، دي فكرة جمعت أكتر من 450 من الموهوبات أونلاين في مجالات مختلفة، منها الإكسسوارات والملابس وغيرها. ومن هنا جت فكرة المعرض اللي ضم 150 ست منهم على مدار يومين 15 و16 ديسمبر على أرض الواقع، علشان يأكدوا إن ستات مصر بيعملوا منتجات مفيش زيها. iMagzess أنا كنت بدأت معاهم من سنة تقريبا، دخلت معاهم كذا إيفنت. بحب البراند هنا، بحب إنها كلها حاجات لوكال بتسبورت البراند لوكال في الآخر، ودي ثالث مرة تقريبا أكون مع iMagzess. الفكرة جت صدفة تماما، يعني أنا طول عمري بحب دايما الجولي اللي أنا عايز أعملها لنفسي، كنت دايما أروح ورش وبتاع عشان يعملوها لي. وبعدين كان في فترة كده كان في جاب في الشغل، فابتديت أروح الورش أتعلم تعمله إزاي وبتاع وحاجات كده. ما كانش في بالي بزنس تماما، يعني كنت بعمل ليا لأصحابي للأهل. وبعدين شوية بقى بشوية الناس ابتدوا يشجعوني ويلا بينا جربي مش هتخسري حاجة. في الفترة دي طبعا الأونلاين مش أسهل حاجة كشغل، فمعظمنا بيتجه بقى إن هو ترجعي تنزلي بازارات تاني تشوفي كلاينتس محتاجين إيه، الفيدباك بتاع الكلاينتس. القصة دي احنا كلنا اعمارنا مختلفه جدا، باك جراوندز مختلفه جدا، بس هي الحاجه اللي بتجمعنا ان احنا بنحب اللي بنعمله. انا معايا دكتوراه، كانت عنوان الدكتوراه بتاعي ان ايه اللي خلى الستات المصريات يتوجهوا للمشروعات متناهيه الصغر. فطبعا لقيت كميه ستات يفرحوا في مصر، وقد ايه هم مهتمين بالحاجات الهاند ميد، وقد ايه مهتمين بالمشاريع. وانا من زمان بحب الشغل الهاند ميد، ورحت مره فرح جيت دورت على كلاتش علشان ألبسه، ما لقيتش حاجة شكلها ظريف، فقلت طب ليه ما استغلش الموهبة اللي عندي وأعمل حاجات هاند ميد. فسميت المشروع بتاعي مسرة، أولا عشان إحنا عرب وثقافتنا لازم تمتد لجذورنا العربية، وغير كده المشروع بتاعي بيديني سرور وإحساس بالمسرة وأنا بعمله. المشروع بتاعي اسمه دكان زهوة، هو براند عبارة عن تيبل وير لكل حاجات البيت هاند ميد. فكرتي بدأت 2018، كان هدفي كله إن أبقى موجودة في كل بيت مصري وعربي. أول حاجة عملت البيج بتاعتي أنا، وابتديت بقى قرايبي صحابي معارفي الكلام دي كلها. وبعد كده لما جيت دخلت على البيج بتاعت البازار ولقيتهم عاملين لينكس إن ممكن أشارك فيها، مليت الابليكيشنز وقدمت، وهم لما شافوا المنتجات بتاعتي وعجبتهم فبقيت معاهم على طول. هنا شفنا اكسسوارات كرييتيف، وهنا شفنا ملابس حقيقي مميزة، والرابط بين كل ده إنها بإيد ست مصرية وبروح مصرية في فترة الناس بتدور فيها على المنتج المصري عشان تشتريه وتشجع صناعة بلدنا. ضيفتي النهاردة هي ست مصرية، فكرت إزاي تدعم وتشجع ستات تانية كتير من أصحاب الحرف اليدوية. فكرة بدأت بجروب صغير والحلم كبر وبقى منصة كبيرة. تفاصيل حلوة كتير هنعرفها من ضيفتنا اللي منورانا في استوديو انتي، رانيا عاطف مؤسسة مبادرة اي ميك ذس. اهلا وسهلا بيكي يا رانيا، منوراني. اهلا بيكي. في الاول طبعا مشكورة جدا على مجهودك وعلى اي ميك ذس وعلى الفكرة الجميلة. واللي انا عايز اسألك عليها هي جات لك منين فكرة اي ميك ذس؟ بصي، هي الفكرة جات لي بالصدفة جدا، يعني انا نفسي كان عندي اسمول بزنس، كنت فوتوغرافر لاطفال وعائلات، وكنت شايفه ان في تحدي كبير بيقابل اي ست عندها مشروع صغير اللي هو التسويق. انا عارفه ان في ناس عايزين الخدمه اللي انا بقدمها بس مش عارفين يوصلوا لي، وانا مش عارفه اوصل لهم.
ففكرت يبقى الحل زي مشكلتي دي مشاكل تانية كتير عند ستات بيعملوا حاجات مشابهة ان احنا نخلق المنصة دي اللي احنا كل واحدة تتكلم فيها على هي بتعمل ايه بالظبط، ويبقى الناس المهتمية بنوعية المنتجات والخدمات دي يبقوا على الجروب عشان يتفرجوا على حاجات مختلفة ودايفيرس جدا. ومن هنا جت الفكرة، وعشان كده كان الحاجة الطبيعية ان هو احنا نسميها very simple I make this، انا بعمل ده، اللي هو كل واحدة تقول هي بتعمل ايه. برد فعل البنات والستات بقى اول لما عملتي الجروب كان عامل ازاي؟ الاقبال كان عامل ازاي؟ مين اول حد او امتى بدأ البنات والستات يقولك احنا عايزين نعمل حاجات، عايزين نعرض معاكي؟ اوكي بصي، هو actually انا بشوف ان من نجاح اي مشروع بيبقى ان الفكرة تبقى صح وان التوقيت يبقى صح. فسبحان الله هو غالبا كان التوقيت صح، لانه اول لما الجروب اتعمل انا الاول بعت لاصحابي اللي عندهم مشاريع صغيره، قلت لهم ده اعتبروه جروب، نخليه جروب صحاب الصحاب، يعني كل واحده تدخل صحابها على الجروب ونبتدي احنا ننزل لهم الحاجات اللي احنا بنعملها. لما فعلا هم ابتدوا يعملوا كده احنا ابتدينا ننزل بوستس على الجروب، قلت لهم يلا ابتدوا نزلوا بقى انتوا بتعملوا ايه وكده. لما كنا بقينا 2000 يعني من اول يوم كل واحده دخلت صحابها بقى الجروب عليه 2000. حلو. قلت لهم يلا نزلوا بقى. لما ابتدوا ينزلوا البنات والستات المختلفه البوستس كلنا انبهرنا، يعني اولا ابتدى ينزل حاجات احنا يا اما ما كناش نعرف انها موجوده في مصر اصلا، يا اما كانت حلوه قوي تو ذا اكستنت اللي هو ايه ده، انت عايزه تشجعي الشخص اللي بيعمل كده. ده غير ان هي ما كانتش بس ان الناس بتحط صور حاجات بتعملها وخلاص، هي كانت بتحكي القصه بتاعتها اللي ورا المنتج، فكانت معظم الاوقات القصص ملهمه جدا. وبالتالي كل الكومبينيشن الكومبو ده على بعض كده خلى ان الناس نفسها عماله تدخل صحابها على الجروب، يعني ابتدوا يقولوا لبعض انت سمعت على ايميكس، شفت الحاجات اللي نزلت على ايميكس، فابتدوا يدخلوا صحابهم على الجروب، لدرجه ان احنا في اول شهر للجروب بقينا 100,000 وهو برايفت جروب، يعني يعني اونلي باي انفيتيشن. ده عشان بقول لك بجد الحاجه اللي كانت بتتحط كانت سربرايز للناس كلها، عارفه تجنن. طبعا. طيب انا عايزه اعرف عنك انت اكتر شويه رانيا. انت كنت دارسه سياسه واقتصاد؟ ايوه. وبعد كده عشتي بره شويه. في الفتره دي كنت انت تعملي ايه؟ كان ايه حلمك والتحول؟ انت قلت لي ان بعد مرحله ما اشتغلتي فوتوغرافر قبلها كنت بتعملي يعني كانت بصي انا قصتي شبه اكتشلي قصص ستات كتير من اللي احنا بنحاول ان احنا نساعدهم، وعشان كده انا متعاطفه معاهم جدا، لاني عارفه الاحساس ده بتاع ان انت ممكن تكوني درستي حاجه وبعدين مره واحده لقيتي ان انت شغفك والباشن بتاعك في حاجه ثانيه خالص، فبتقرري تبتديها من الصفر تاني، وعشان كده ده الموضوع بيكون صعب. انا في حالتي انا معايا ماجستير من جامعه لندن في برضه في الاحصاء، وكنت بشتغل في الديفلوبمنت بروجكتس وفي الحاجات دي. بس شغفي الحقيقي انا ستيل بصراحه كنت بحب شغلي، مش هقدر اقول لك ان انا مثلا ما كنتش بحبه او كده، بس انا كنت بحب التصوير جدا وكنت شايفه ان انا لا يعني لو هختار ده. ففي فتره انا جوزي دبلوماسي، فاحنا طبيعي بنسافر بنبقى بره مصر لمده 4 سنين وبعدين في سنتين في مصر. ففي المره منهم لما كنا في لندن قررت بقى انه دي فرصه ان انا هاخد اجازه بقى من شغلي الطبيعي شويه وهبتدي الفوتوغرافي واشوف الدنيا هتمشي ازاي. لقيتني مبسوطه جدا ولقيت ان لا انا هو ده اللي انا عايزه اعمله، ومن هنا بقى كملته. حتى لما رجعت مصر بعد كده كملته، سافرنا تاني بعدها فضلت مكملاه. بس دي اللحظه اللي انا اكتشفت فيها ان اصعب حاجه في ان يكون عندك مشروعك انت هو التسويق للمشروع ده. طيب عايزه اتكلم بقى او عايزه اعرف المشاريع اللي كانت بتنضم معاكي تخصصهم اكتر كان في ايه؟ بصي احلى حاجه في اي ميك ذس ان انا مش هقدر اقول لك تخصصهم اكتر كان في ايه. احلى حاجه فيها الدايفرسيتي، متنوعين جدا 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 جدا. احنا شرطنا الوحيد ان هم يكونوا بيعملوا الحاجات دي في مصر، لكن ممكن يعملوا اي حاجه. في حاجات كتير جدا هاند ميد، سواء ممكن هوم اكسسوارز، جولري، فاشن، ناتشرال سكين كير، يعني منتجات بقى للبشره وكده، كل حاجه ممكن تتخيليها. وفي حاجات حتى مش هاند ميد بس لازم تكون معموله في مصر، يعني اللي بيعملوا الفاشن معظم الفاشن ما بيبقاش هاند ميد، بس هم بيكونوا الديزاينرز اللي ورا الفاشن بيسز دي. طب لازم تكون معموله في مصر، هل لازم الخامات كمان تكون مصريه 100% ولا ممكن نجيب خامات؟ بس هقول لك حاجه بصراحه، احنا نفسنا نوصل للمرحله دي، بس الخامات تبقى مصريه 100%. بنشترط انه على الاقل يكونوا عاملينها في مصر، عايزين نبتدي نبقى احنا بنعمل احنا الحاجات، عارفه ازاي؟ مش جايبين حاجات من بره وبنبيعها هنا للناس.
انا اعتقد في الفتره الجايه ان شاء الله ان شاء الله كمان هتبتدي ان تبقى الخامات كلها مصريه 100%. معظمهم ابتدوا يلجأوا كمان فعلا ان الخامات تبقى كلها مصريه. طيب شغل الهاند ميد يا رانيا معروف ان هو مكلف وسعره عالي طبعا. لان طبعا بيبقى محسوب الشغل والمجهود وفي نفس الوقت الماتيريالز، فكره طبعا. ان الحاجه معموله على الايد يعني بيبقى القطعه الواحده منها بتبقى سعرها عالي شويه. هل ده بيبقى سبب في ان الحاجه مش بتتباع بسرعه او مش بتتباع كتير، ولا عادي لا في ناس بتحب ده وبتقدر ده بتشتريه؟ بصي الجملتين صح اللي انت قلتيهم، فهو فعلا بس ايه الغالب اكتر فيهم؟ هقول لحضرتك حاجه، يعني هو ديفنتلي هما بيكون سعرهم غالي، بس في الكلاينت او الزبون بتاع القطعه دي اللي هو مقدر قوي فكره الهاند ميد. وانا عايزه اقول لك انه اكتشلي سعر الهاند ميد في مصر هو قليل جدا جدا جدا. انا سافرت كتير قوي وشفت الحاجات المماثله دي بره مصر بتبقى سعرها ايه، واحنا حقيقي الميكرز عندنا مش بيبالغوا خالص في الاسعار، بالعكس هم يعني احنا اللي لازم نعمله ان احنا بنحاول نزود الوعي على فكره هو ليه الهاند ميد اغلى من العادي وايه اللي مختلف فيه. وزي ما بقول كده في ناس اللي بتقدره فبتبقى عارفه كويس قوي انها هتدفع اكتر، بس هي هتاخد حاجه مختلفه جدا، مش موجوده في كل المحلات، مش الكواليتي بتاعتها بتفرق، معموله عارفه ميد وذ لاف زي ما بنقول كده. بس والله اكتر كمان من الحاجات السنتمنتال وانها ميد وذ لاف وكده، هي فعلا يعني كل الناس اللي بتيجي بتشتري من عندنا حاجات بيقولوا لنا انا كل مره مثلا امسك الشنطه دي انا لازم اتسال الشنطه منين. انا كل مره مثلا حد يجي لي البيت لازم يسالني التابلو ده جبته ازاي. فهي فعلا بتبقى بيسز، يعني الناس اللي ليها مزاج في الحاجات دي بتقدر قوي وبتبقى مستعده تدفع فيه طبعا. طيب اكيد في مشروع جميل زي ده وفي مبادره جميله زي دي لازم هيكون قبلك شويه صعوبات، انت والناس اللي معاكي برده كمان الستات الكتير اللي بتشتغل الميكرز زي ما بنقول، الفريق والفريق بتاعك طبعا. ايه الصعوبات او ايه شكل الصعوبات اللي ممكن تكون واجهتكم لحد ما نقدر نوصل ان احنا نعمل اوبن داي كبير زي اللي احنا شفناه على الشاشه؟ بصي الصعوبات بتختلف من كمان من ميكر للتانيه، يعني هي الصعوبات ما اقدرش اقول لك ان هي جنرال نفس الصعوبات، لكن هي موستلي كل الستات اللي عندهم مشاريع صغيره بتواجههم المشكله اللي هي بتاعه ان احنا بنعمل كل حاجه. عارفه هي بتبقى الكل في الكل في صحيح المشروع، صحيح مفيش حد بيساعد معاها كل حاجه. وبالتالي طبعا ده بيكون ضغط كبير عليها. فممكن ده ساعات يخليها يعني تمويل، نقص تمويل، نقص مش قادرة مثلا تجيب وقت انها تعمل كل الحاجات اللي هي لازم يتعمل عشان البيزنس ينجح. وبالتالي وده كان هدف على فكرة من بتاع ايميك، بس احنا نحاول نقلل من التاسكس اللي عليهم فنساعدهم في التسويق اللي هم بحيث ان هم يركزوا في الشغل اكتر، واحنا نحاول نساعدهم ان هم يسوقوا المنتجات. بس غير كده انا شايفه ان بصراحه الناس كلها دعمتنا جامد جدا، بالذات ستات، ودي كانت اكتر حاجه عجباني. انت عارفه اي ميك ذس الجروب بقى الفيسبوك جروب هو اصلا ستات كله. وانت عارفه ساعات دايما ساعات بيتقال اكتر عدوه المراه هي المراه والكلام ده. الجروب اثبت لنا ده مش حقيقي خالص 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 خالص. وكانت الستات بتدعم جدا، سواء عن طريق ان هم يشتروا، سواء عن طريق ان هم يقولوا للناس الثانيه، زي ما بقول لك دخلوا اصحابهم هم في الاول على الجروب. فانا مش قادره اقول لك قوي انه الموضوع كان حلو. يعني بالعكس هو وراني الناحيه الحلوه في الناس اكتر ما كان في صعوبات وكده. انا كنت بحس الناس كانت عايز تدعم، كله كان عاجبه الفكره وكله كان شايف انه طب ما ندعم الفكره دي. انت عارفه حتى لما جالنا رعاه كانوا بيجوا لنا عن طريق ستات على الجروب بيشتغلوا في المؤسسات دي ومقتنعين ومؤمنين بالفكره وعايزين يساعدوا. وبالتالي احنا حتى فعلا كل الرعاه بتوعنا هم تحسيهم مش داخلين عايزين يعملوا اعلانات، هم عايزين يساعدوا بجد وبيسالونا احنا نعمل ايه. كويس قوي. فعشان كده انا حابه ان انا اتكلم ان مش صعوبات على قد ما اكتشلي هي حاجه حصلت لنا حاجات حلوه كتير. يعني والتطور اللي احنا عملناه في الفتره اللي احنا ابتدينا فيها ده يعتبر حلو لان فعلا ناس كتير ساعدتنا. جميل. طيب ايه اكتر مشروع كنت انت مستغرباه مثلا جدا وكنت حاسه انه مختلف او جديد انضم ليه؟ بصي اول لما عملنا الجروب كانت بتحط حاجات بجد لذيذه، ما كناش مثلا كان في واحده انا فاكراها كويس قوي، هي ما كانتش حتى من القاهره، كانت من محافظه انا مش فاكره كانت انهي محافظه بالظبط، بس كانت بتعمل دول هاوسز بيت العرايس بيوت العرايس. بس كانت
كرييتيف وموهوبه جدا وبتعمل اشكال فظيعه. انا فاكره كويس جدا حاجه من الحاجات اللي عملتها مره عملت البيت بتاع فريندز، عارفه السيريز فريندز؟ اه طبعا عملت البيت بتاعه. انا جيك، مش عارفه. ايوه انا بقول لك الناس اللي كمان بالظبط الناس اللي بتبقى فانز قوي دي، فدي كان بالنسبه لنا كلنا عارفه اللي هو ايه ده تحفه. فهي ساعات كده بجد في ناس بتعمل حاجات، لان بقول لك كلهم اتباع ده ما لحقتوش. لا انا عايزه اقول لك ان هي دي مثلا من اول ما حطت هي اتحجز دول هاوسز عندها اللي بقيت السنه من كتر ما كانت فيري سبيشال. زي ما بقول لك هي واحده فعلا بتعمل الحاجه بمزاج. وبرده اللي بيشتروا منها هم مقدرين ده، فالناس ممكن مثلا كانت تقول لهم انا هديكوا الحاجه بعد اربع شهور هنستناكي، عارفه اللي هو من جمال الحاجه وقد ايه يونيك مش موجوده. بالظبط. كانت شقه مونيكا ولا كان ايوه طبعا. عظيم. حاسه ان انا اتخيلت بيه، مش عارفه ليه، او يمكن أيوة من كتر ما انا يعني ده ساعتها كان من كتر ما انا متحمسه يمكن ايه انا مش شفتوش، بس حاسه انا شايفاه او عايزه اشوف. اتخيلته بالظبط. طيب كلميني برده شويه عن تفاصيل بقى المعارض، ازاي بيتم التجهيز، ازاي بيتم اختيار المكان، الناس اللي بتنزل هل كلهم بيبقوا عارفين يعني هيعملوا ايه بالظبط، ولا في حد مثلا ممكن ينسحب في اخر لحظه يبوظ يعني؟ احكي لي اكتر. بصي يا ستي، هو الموضوع بيبتدي بان احنا بنقرر ان احنا عايزين نعمل معرض في الوقت الفلاني. في الاغلب بيجي لنا كمان حد من الرعاه من من الريل استيت، هم اللي بيدونا المكان عشان نعمل الشركات العقاريه. بالظبط، بيدونا المكان عشان نعمل فيه المعرض. وبعدها بنعلن عن المعرض. احنا اولا عندنا اوريدي خلاص 500 ست، دول معانا بصفه دايمه انهم بنوصل لهم بمنتهى السهوله، لان دول بقوا معانا اي ميك ذس بقى كمان اي كوميرس بلاتفورم. فاحنا عندنا ويب سايت اللي هي imkdis.com، دي اللي هي احنا اونلاين طول السنه. وبنعمل شويه يعني ست معارض في السنه، لكن احنا طول السنه كل البرودكتس دي اللي هم اكتر من 20 ده يعني كل شهرين تقريبا في معرض. بالظبط كده. فوانس بقى اعلنا عن الموعد بتاع المعرض بنبعت للميكرز بتوعنا وبنعلن عادي على السوشيال ميديا، ان لان احنا كل معرض بنحط نسبه ان احنا عايزين ستات جديده، لان دايما عايزين روح جديده وعايزين نفضل دايما انه بنقدم مواهب جديده وبنساعد ستات مختلفه. بنعلن بيتم اختيار الستات بس، وبعدها بنعمل المعرض بس. لا مش يعني نادرا ما بيحصل اعتذارات على اخر وقت وكده، وحتى لو بيبقى فيه زي ويتنج ليست. طب كويس، حد بيطلع مكان على طول. اكشلي التحدي الاكبر لو نرجع بقى لجزء التحدي، هو ان انت نفسك تاخدي ناس اكتر ونفسك تعملي حاجات اكبر واكبر، بس مش دايما طبعا بيبقى المكان يسمح او ينفع يكفي ان احنا نعمل كل العدد ده. فساعات بتضطري للاسف to let people down او تقولي لحد مش هينفع المره دي، احنا كامل العدد، ودي بتبقى من اكتر حاجات اللي ما بحبهاش. طبعا حاجه بتبقى صعبه جدا ان الست بتبقى برده عندها امل تنزل وتعرض حاجتها وكده. كلنا قصصنا شبه بعض، فانت عارفه ان ده مهم بالنسبه لها. وانت نفسك at the end of the day ما انت عايزه تساعدي ناس كتير وبطريقه مختلفه، فللاسف طبعا مش دايما بتقدري من الكل يعني. طب انت يا رانيا ما شاء الله ده عمل ستات كتير قوي قوي ما شاء الله، وكنت جنبهم لحد ما وقفوا على رجليهم، انت شخصيا بقى مين الداعم ليكي في حياتك؟ مين اللي بيدعمك في شغلك؟ مين اللي بيدعمك في حياتك؟ ولو حسيتي حابه ان انت فيل داون، يعني حاسه ان انت لا شويه كده محبطه او انا مش قادره، مين اللي بيقوم معاكي الدنيا تاني في حياتك؟ كل يعني كل الناس اللي حواليا، يعني من اول جوزي طبعا، جوزي واولادي، مامتي وبابايا، اخواتي. انا يعني مثلا انا اخويا هو اللي ساعدني في انا مش بزنس اورينتد خالص. دايما بقول لك انا كنت بشتغل في حاجه تانية. واول ما ابتديت اي ميك ذس، لا طبعا هو اللي كنت محتاجه جايدنس في ادفايزر كده، عارفه اللي هو يقول لي حد يرشدك تعملي ايه صح في حته البيزنس والفلوس، تقسميها ازاي الدنيا، دراسه جدوى بقى وكده، لغايه ما قومني على رجلي يعني. هو كان معايا خطوه بخطوه. انت كمان في بعض الوقت بيبقى المشروع شغال وانت بره مصر. بالظبط. مين هو اخوكي برضه اللي بيساعدك في ده؟ لا هو هو خلاص يعني. انا كنت اول سنتين انا اوريدي كنت بره مصر لما المشروع ابتدى، ونزلت مخصوص، وهنا بقى دعم جوزي ان هو قال لي لا دي حاجه انت حباها وهنتصرف ويل ميك ذس ورك، انزلي ابتديها. وهو بعدها بسنه بقى كان اوريدي خلص الكورس بتاعه فجه معايا. فعشان كده بقول لك هي كومبينيشن دعم من كل اللي حواليكي، هي واي واحده عشان تنجح لازم تكون عندها سبورت سيستم، لازم طبعا بيساعدها ان هي تنجح. فهو ساعتها جوزي طبعا دعمني جامد جدا. لما نزلت بقى مصر
انا قعدت 3 سنين في مصر باول مشروع، فخلاص كان بقى في تيم وبقى في، فانا دلوقتي وانا مسافره لا الدنيا ماشيه زي ما انا كنت موجوده تماما. بنزل طبعا كل فتره يعني، انا من ساعه ما سافرنا نزلت مثلا 5 مرات وانا اوريدي ما بقاليش 7 شهور، فانا نزلت تقريبا بمثابه كل شهر كنت بنزل اعمل حاجات وكده. بس عامه وده برضو يجي هنا دعم الاسره، لان انت لما بتسافري ما انت بتسيبي الدنيا هناك، فهم يقسموا التاسكس كلها على بعض وبيمشوها كويس. حلو قوي. بلس دعم زي ما بقول لك اللي مهم اكتر، دعم الستات اللي مؤمنين بالفكره. انا ما اقدرش ان انا اجنور الجزء ده واقول بس عيلتي واصحابي وكل لانه بجد دول زي ما بقول لك دول جابوا لنا رعاه، جابوا قوموا الدنيا، اشتروا البرودكتس، شجعوا الستات، فهم اللي خلوا الفكره تتقلب من فكره لحاجه بقى لكيان. عارفه ازاي؟ ما انا برضو عايزه اسالك على الستات، احنا اتكلمنا عن الدعم في حياتك انت، بس اكيد برضو الستات اللي انت تعاملتي معاهم واللي هم عددهم مش قليل ابدا، برضو اكيد في ستات منهم مدعومين في حياتهم، يعني ازواجهم بيدعموهم، اهلهم بيدعموهم، وفي ستات تانية لا بيبقوا ضدهم وضد فكره ان، قولي لي تاثير ده على الست ايه؟ تاثير الدعم، وجود الدعم الناس اللي في حياتها وعيلتها وجوزها وكده، بيبقى عامل ازاي على شغلها، على انتاجها، على حياتها، على نفسيتها من خلال معايشتك معاهم او معايشتك ليهم يعني؟ الفرق بيبقى شاسع. احنا عندنا ميكز، احنا خلاص طبعا بقينا اسره واحده، فانا عارفه الاجواز والولاد وعارفه خلاص يعني بقينا نعرف بعض كويس قوي. حلو. في منهم والله مش بقول اي كلام، جوزها بيقف يبيع حاجتها احلى ما هي بتبيعها والله، برافو، من كتر ما هو بيبقى مؤمن بيها. تلاقيه واقف بيتكلم على البرودكت انت تشتريه. انا في كيسز معينه والله انا لما انا بقولها لو سمحتي اقعدي بقى انت على جنب وخليه هو اللي يقعد، سيبيه هو اللي يكمل، لانه بجد بيتكلم هو على البرودكت بطريقه كده وبفخر باللي هي عاملاه، بيدي يعني بعد تاني خالص للمنتج. فلا احنا طبعا بنشوف ده طول الوقت عندنا. كمان على فكره جزء من المشاريع من الستات، احنا لازم يبقى المشروع الست فاوندر او كو فاوندر، ففي مشاريع من اللي مؤسسة عندنا يا اما بتساعد في تاسيس بالظبط، يعني بتبقى مقسمه حد تاني. ففي عندنا مشاريع من اللي هي الست وجوزها هم اللي عاملين المشروع مع بعض. حلو. بس حتى والله حتى لما ما بتبقاش هم مع بعض، في عندنا نماذج كتيره جدا على الاقل هو جايبها من الصبح وبيساعدها في السيت اب في المعرض مثلا، ويقف معاها، تروح هي تريح فهو اللي يقف عشان يبيع لغايه ما هي ترجع. لا انا بصراحه شفت نماذج يعني من الدعم الواحد يفخر بيها. برافو والله، هايل. شفتي حد غير مدعوم؟ شفتي حد جاي يقول لك انا يعني جوزي بجد مسوت حياتي بسبب المشروع ده، ولو انا ما نجحتش هيمسكها لي زله العمر كله، وبيخوفني على الفلوس اللي صرفتها، وبيقول انت بتضيعي وقتك وبتضيعي مجهودك وبتضيعي فلوسنا على الفاضي، يعني كلام كده بعض الرجاله بيقولوه. لا ما عداش عليه بصراحه، ما عداش اللي جالك نجي خلاص يعني، عارف الدنيا، عارف طريقه ماشي ازاي. لا مش فاكره كيسز كده. بس عندنا النماذج الثانيه اللي هي سنجل مادر، او هي اوريدي مش معاها زوج او حد بارتنر يعني. وبشوف طبعا يعني ازاي هم بيتعبوا وبيجتهدوا عشان بيبقى دبل ذا افورت، عارفه ازاي؟ بس برضه بيبقوا جدعان قوي يعني. بس مش طبعًا. مش اللي هو ما شفتش بصراحه النموذج اللي هو بتاع بقى كان بيحاربها او بيقلل من اللي هي بتعمله كده، الحمد لله ما شفتش. مش عايزه اشوف النموذج. مش هتوصل ليكي يا رانيا، ده وصلت ليكي بقى خلاص، خدت بقى كل الموافقات والدنيا والدعم يعني، والدنيا مرتاحه الحمد لله يعني في اتفاق في البيت. انما يعني اللي لسه في البيت ممكن تكون لسه بتستراجل او لسه بتعاني في انها لسه تقنع بقى سواء الزوج او الاهل على حسب حالتها الاجتماعيه. طيب الستات يوصلوا لك ازاي؟ يعني بيتفرجوا علينا دلوقتي ومثلا في ستات اكيد بتعرف تعمل حاجات حلوه جدا جدا هاند ميد، بس لسه ما كانتش تسمع عن الجروب وما عرفتش حاجه عن المبادره اللي هي اي ميكنس. قولي لي اكتر بقى الستات اللي بيتفرجوا علينا ازاي يعرفوا يوصلوا لك، وهل في شروط معينه للتواجد معاكي او الانضمام ليكي ولا لا؟ احنا اسهل حاجه للتواصل معانا بتبقى عن طريق انستغرام، اسم الصفحه على انستغرام اي ميك ذس اندرسكور ايجيبت، ودي بقى هيلاقوا فيها كل الكونتاكت انفورميشن، الواتساب نمبر بتاع كاستمر سيرفيس بتاعنا، كل الديتيلز هتبقى موجوده على البيج بتاعتنا على الانستغرام. عندنا شروط طبعا عشان الانضمام، زي ما بقول لك كده لازم تبقى الست فاوندر او كو فاوندر للمشروع، لازم تكون المنتجات بتتعمل في مصر، بس ولازم تكون سمول بزنس، ولازم تكون عندها صور مش شرط بروفيشنال، احنا بالعكس احنا مش راجع سبب، بس تبقى صور يعني
مقبوله للمنتجات اللي هي نقدر نحطها على الويب سايت. بحيث انها تتباع يعني. بالظبط. لان ساعات بصراحه بيجي ناس بيكونوا لسه مش جاهزين للمرحله دي. احنا مش بنقدر نساعد قبل المرحله الحاجه دي. لسه مش بروفيشنال قوي. بالظبط. لازم كشغل احنا الحاجه يعني. تبقى جاهزه على البيع خلاص ومتصوره وجاهزه وكل حاجه. في سن معين للبنات والستات اللي احنا عندنا ليكو. نماذج خطيره. احنا عندنا من اول ناس لسه في الجامعه لغايه ستات بعد ما طلعت على المعاش وبعد ما بقت جده بقى وكده وخلاص. على فكره دول تاخدي منهم احلى شغل هاند ميد. هو احلى شغل حقيقي. طبعا احلى شغل. واكتر ميكرز بجد احنا بنحبهم هم الابف 60. شغلهم خطير. لان عندهم بقى كمان ده بمزاج بقى. بالظبط. قاعده بتشتغل لمزاجها الخاص. عندهم طاقه وخلصوا جزء كبير من مسؤولياتهم في الحياه فبيعملوا الحاجه اللي كانوا نفسهم يعملوها من زمان بقى بشغف وبحب واهتمام بالتفاصيل. جدا. ومش هي مش عايزه والله ما بيبقى فارق لها هي هتعمل كام. هي فرحانه بالبيس اللي عملتها وحد جه عجبته واشتراها. بتشتغل زي ما بقول كده لمزاجها الخاص. بالظبط. بالظبط. مش فكره تجاريه بحته. لا هي باشن او هو بيبقى طموح بس متداري شويه مع مسؤوليات الحياه. فبعد الستين نقدر زي ما دايما بنقول انه مفيش عمر لتحقيق الحلم ولا لتحقيق الهدف. مفيش تو ليت. مفيش الكلام ده. دايما نقدر نعمل طول ما احنا عندنا الطاقه والقدره وعندنا الموهبه. طيب برضو كنت عايزة أتكلم عن المنتج نفسه بقى وتسويقه. هل بيبقى سهل ولا بيبقى صعب والناس بتبقى عندها مشكلة مثلا في فكرة إنه ده أصل ده مصري المنتج المحلي. في ناس عارفة أنت عقدة الخواجة. يعني أنتوا عملتوا بصراحة حاجة تشجيع للمنتج المصري وطبعا المنتج المحلي يعني وتعزيز المنتج المحلي في عين المشتري عموما السوق المصري يعني. ف عملتوها ازاي؟ وبرده هل لسه بيجيكم ناس يقول لك لا اصل انا شفت زيها بره بس كانت معموله احسن ولا بس مش بيقولوا احسن بس بيقولوا مصري امال ليه غاليه كده. ده غريبه قوي دي. يعني دايما في البرسبشن انه عشان الحاجه مصري لازم تبقى رخيصه. فاحنا بنحاول. بصي ما فيش مشكله ان يبقى الجوده وفي تعب وفي حاجات كتير اتعمل فيها. بس ان انت بالتدريج بتغيري النظره دي. وانا شايفه ان احنا we're doing very well في القصه دي. انه بالتدريج الناس بتغير النظره وبتشوف بتبص للبرودكت ان هي مش جايه تشتري المصري عشان هو ارخص. هي جايه تشتري المصري عشان الحاجه اللي دي هي عايزاها. بس ده برضو اللي انا بتكلم فيه مع الميكرز انه انتوا عشان تنافسوا لازم فعلا الحاجه تبقى اللي هو الشخص جاي عارف انه هياخد دي عشان مفيش زيها بره خالص بره يعني في محلات وكده. فبالتالي هي سبيشال ومش بقى انا هشتريها عشان هي ارخص. يعني ما ينفعش اروح اعمل حاجات شبه اللي في المحلات واغلى واقول طب هم مش بيشتروها مني ليه ما انا مصري. طب ما هو لازم يبقى في اي ميزه غير برضو بس ان هي مصري. طبعا في اللي عايز يشجع المصري بس ودول ناس يعني يحترموا جدا. بس ستيل لازم المنتج بتاعك يبقى فيه الحاجه اللي بتميزه بحيث ان هقول حاجه بصراحه تامه. بتتعاملي كمان مع ستات عندها مشاريع صغيره. هي الكوستس والتكاليف بتاعتهم عاليه جدا. ما ينفعش تقارنيهم بمحلات بتنتج بالجمله وبتعمل. فبالتالي الكوست بتاعتها اقل بكتير. طبيعي ان السعر بيكون عالي سنه. طب ساعدتوهم ساعدتوا الستات اللي التكلفه بتاعه مشروعاتهم بتبقى عاليه شويه. هل ساعدتوهم مثلا ان هم يعرفوا ياخدوا قروض او ياخدوا تمويل مثلا من البنوك المشروعات الصغيره وكده؟ بصي عندنا ان احنا عندنا بنك بيمولنا اصلا. يعني سوري سبونسر يعني راعي لينا. بالظبط. وبنك مصري وراعي لينا. وده مخلينا وزي وكان من هو من الامثله اللي قلت لك عليها دي اللي هو داخل اساعد ازاي. فحاجه من الحاجات ان هو بنعمل مع البنك ده تدريبات للستات على كل حاجه. وفي يعني الدورات التدريبيه بتبقى على حساب البنك ده. ايوه. علشان يعني يقووا حرفهم اكتر. يتعلموا البيزنس كومبوننت. فاكره ما قلت لك هم الستات دي كلهم بيعرفوا يعملوا زي حرفة. أوكي. لكن مش شرط كلهم تكون عندهم البيزنس بقى. المعلومات اللي ليها علاقة بمشروع وازاي أدير مشروع. فالبنك بيساعد في الكومبوننت ده اللي هو الدورات التدريبية عشان يتعلموا ازاي بقى إدارة المشاريع تكون ازاي. ده غير بقى طبعا الجزء التدريب تماما. ولو في حد محتاج تمويل البنك بيقول لهم بالظبط ايه الشروط. يعني كل الجزئية دي الحمد لله ان احنا معانا البنك الراعي لينا مظبطين معايا بقى في القصه دي. كويس جدا. رانيا انت بتحلمي بايه لاي ميكدس؟ ايه اللي لسه ما حققتيهوش ونفسك تحققيه وتشوفيه في اي ميكدس؟
نطلع بره بقى يعني. انا لان انا عشان بحكم ان انا اوريدي بره مثلا وبحضر ريسبشنز كتيره وبعمل كده، ببقى لابسه حاجات من اي ميك ذس، ودايما الناس بتنبهر شنط طبعا. مثلا حاجات هاند ميد، حاجات جولري. فانا نفسي بقى يعني ان احنا نبتدي الحاجه دي تتصدر ويتعمل معارض بره مصر، بس معارض كبيره يعني، تبقى حاجه كده تليق بان دول الستات المصريين اللي عاملين المنتجات الخطيره دي، ويتعمل نلف بقى كده العالم بالستات دي، نوري الناس احنا بنعمل ايه بقى. يا رب يا ريت ان شاء الله قريب جدا تقدري تحققي الحلم ده. وكلمه ميد ان ايجيبت على فكره بره دي حاجه كبيره جدا جدا، وناس كتير قوي بتحب الحاجات المكتوبه عليها ميد ان ايجيبت، بس تخيلي بقى تبقى ميد ان ايجيبت ان هاند ميد، اكيد هتبقى مختلفه تماما ومتوقعه انها تنجح جدا جدا، مكسر الدنيا بره. فبتمنى لك كل النجاح انت وكل الستات اللي معاكي في اي ميك ذس، وبتمنى لكم ان شاء الله التقدم وتشرفونا في كل حته بره باذن الله. شكرا ليكي يا رانيا، نورتيني جدا. انا ثانك يو فيري ماتش ميرسي اريا. انا بشكرك جدا جدا. كانت ضيفتي في الفقره دي رانيا عاطف، مؤسسه مبادره اي ميك ذس. وبكده نكون خلصنا فقرتنا، هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم فقراتنا. استنونا. اي حاجه في بدايتها بتكون صعبه، يعني اول سنه جواز بتواجه فيها تحديات ومشاكل، اول سنه امومه بتكون كلها ضغوطات وصعوبات، اول سنه شغل برده ما بتكونش اسهل حاجه، حاجات كتير اول حاجه فيها بتبقى دايما صعبه، فيها تحديات، فيها عراقيل، فيها مشاكل. طب خلونا نعرف ازاي الست تواجه التحديات والضغوطات اللي بتقابلها في كل مرحله وتتفادى اي احباطات ممكن تكون بتتعرض ليها. هنعرف ده من ضيفتنا اللي منورانا في استوديو انتي، دكتور غاده فكري، استشاري العلاقات الاسريه. اهلا وسهلا بيك يا دكتور غاده. اهلا، ازيك يا نور، عامله ايه؟ الحمد لله كله كويس، انتي ايه الاخبار؟ الحمد لله. موضوع الحلقه النهارده موضوع شيق جدا، وعاوزه اقول لك ان اغلبيه الحالات اللي بتجيلي بتكون بتعاني من اولى سنه جواز، سواء رجاله او سواء ستات، مش ستات بس. وعلشان كده انا دايما بقول ان اول سنه جواز عامله بالظبط زي الدوده لما تخش الشرنقه، بتحس بالم، بيبقى الموضوع مش سهل. بس لو قدرت، احنا مش عارفين شعور الدوده ايه. ما هو انا قلت لك يعني عارفه الموضوع صعب فعلا. فعلا. ليه؟ لان هي مش فاهمه ايه اللي بيحصل. صح. هل الالم ده هيفضل مستمر؟ هل التحديات الحياه اللي انا بقابلها دي هتبقى هي دي العلاقه الزوجيه خلاص، هي دي بقت حياتي؟ هل دي فتره مؤقته ولا ايه؟ هل انا اخد قرار والحق نفسي قبل ما تبقى الخساره كبيره ويبقى في اولاد وانفصل ولا اكمل؟ وهنا بتخش الست في حلقة مفرغة من الخوف من المجهول، يا ترى ايه؟ وخاصة بقى يا نور ان المرحلة دي مش بتبقى مرحلة اكتشاف الطرف التاني بس، لا، ده بيبقى كمان مرحلة اكتشاف نفسها، لانها بتخش مرحلة جديدة. صحيح. وما اصعب هذه المرحلة، لانها فترة very critical. علشان كده احنا ساعات كتير بنقول ان ساعات كتير شهر العسل بيبقى مؤشر قوي جدا للصورة اللي هتكون عليها العلاقة الزوجية، وخاصة أول سنة. يا سنة صعبة جدا جدا. طب الست تعمل إيه؟ الست تتصرف إزاي؟ إزاي تقدر تتست نفسها هي هتعرف تكمل كده ولا مش عارف تكمل؟ وتعرف برضو إزاي إنه شريك حياتها اللي معاها دي بيعاني زيها نفس المعاناة، بإن كل حاجة اتغيرت، وإنه هل هيبقى كده ولا هيتغير؟ يعني تتصرف إزاي في التحديات دي؟ طيب تعالي الأول نتفق إن الجواز مبني على إيه؟ مبني على الشراكة. فكلمة الشراكة دي كلمة مهمة جدا، لأني أنا وجوزي أو أنا والبارتنر والشريك بتاعي قدرنا يبقى فيه نوع من أنواع التواصل الفعال ما بيننا، ده بيخلي الزوجة والزوج يتفادوا العديد من المشاكل والتحديات، أو بمعنى أصح يقللوها بنسبة كبيرة. إيه بقى المقصود بالتواصل الفعال؟ التواصل الفعال هو أول حاجة القدرة إن أنا وشريكي نعبر عن احتياجاتنا. وكلمة نعبر عن احتياجاتنا كلمة مهمة، لأن التعبير عن الاحتياجات ليه فن. إمتى أختار الوقت المناسب؟ إمتى أقدر أعبر بطريقة واضحة؟ وخاصة إن الست دايماً بتجد صعوبة في التعبير عن مشاعرها، لأنها بيبقى فيها تناقضات كتير، فما بتعرفش توصل المعلومة للرجل. الرجل دايماً بيميل للوضوح والمباشرة، فهو عاوز إنها تقول له 1 2 3. هي دايماً تديله جمل مبهمة،
انت ما بتحبنيش، انت اتغيرت، انت مالك. لا، بدل ما تعملي الطريقه دي قولي له انا محتاجه ايه. فدي من ضمن الحاجات المهمه جدا. حاجه تانية، ساعات كتير بيكون في توقعات نقول غير واقعيه او توقعات عاليه للحياه الزوجيه. ان هي فاكراها بقى ان الحياه الزوجيه هي الله احنا في بيتنا الجديد وهنقف في المطبخ نطبخ مع بعض يا حبيبي، ومش مهم لو الاكل طلع وحش زي الافلام بنتفرج، هيقولها يلا بينا نجيب ديليفري. الكلام ده ما بيحصلش. وسفر بقى وخروج وسهر بالظبط، لا احنا بعد ما بيتقفل علينا الباب بتبتدي بقى ايه القصه بجد. لان احنا ساعات كتير بنفتكر ان مجرد ما اتجوزنا خلاص كده الحب كل بالجواز. لا، دي مش حقيقه. ده بعد بقى ما نخلص فتره الفرح ونقفل علينا الباب ونخلص فترة شهر العسل، بنبتدي نخش للحياة الواقعية اللي مطلوبة مننا التزامات ومطلوبة مسؤوليات وواجبات وتفهم وحاجات كتير قوي. فمهم ان تكون الست واعية بالكلام ده، وخاصة انها بتبقى بنوتة صغيرة ما بيبقاش عندها رؤية واضحة. ونفس الحكاية على فكرة بالنسبة للراجل، الراجل بيبقى فاكر ان الجواز هيبقى كله عبارة عن حب وهيام وغرام. دي مش الحقيقة. فلازم نكون عندنا وعي. حاجة بقى كمان مهمة جدا، وهي القدرة على التحدي، إدارة التحدي وقت الأزمات. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي وإنت تعرضنا الأزمة أو تعرضنا المشكلة أو تعرضنا المعوقات في الحياة، هل إحنا عندنا القدرة إن إحنا نعرف إزاي نتعامل وقت الضغوط؟ لأني أخطر حاجة في الجواز هو مش الوقت الحلو، هو أخطر حاجة في الجواز الوقت الصعب، وقت ما يحصل مشاكل، وقت ما يحصل حاجات ممكن تضايقنا مبقاش عارفين نعمل فيها إيه. فدي برضو نقطة مهمة جدا، لازم البنوتة المقدمة على الجواز، وكلمة مقدمة على الجواز أنا اخترتها ليه؟ لأني ساعات كتير إحنا بنبتدي نعمل الورك أو اللي هو العمل بعد ما بيتم الجواز. لا، هو العمل هو العمل دايما بيكون قبل الجواز. نشوف هل في تكافؤ، تكافؤ ثقافي، تكافؤ في الاهتمامات بتاعتي انا وهو، اهتماماتنا في حاجه نقدر نشترك فيها، مش لازم تكون في كل حاجه بس على الاقل يكون في وجه نقدر نشترك فيه. ايه الخطوط الحمراء بالنسبه له؟ وايه الحاجات اللي انا ما اسمحش بيها؟ ايه نقط الضعف اللي عنده؟ لاني العلاقه عشان تدوم انا لازم اقدر ان انا اشوف عيوب الطرف الثاني ويكون عندي قدره على التعامل معاه. ودي نقطة مهمة قوي، لأني لو أنا ما عنديش القدرة دي وما عنديش حتة التقبل، هيبقى دايما في نوع من أنواع التذمر، في نوع من أنواع عدم الرضا. وده بيسبب ضغط على الراجل، لأنه بيقول إيه، دي ما فيش حاجة بترضيها، هي دايما نكدية، بس الحقيقة أنه هو مش فاهم هي محتاجة إيه، زي ما هي كمان مش عارفة تعبر هي عاوزة إيه. طيب ده يخلينا نقول ان الست هي اللي عليها العامل الاكبر في انه سنه اولى جواز تعدي سواء بسلام او بمشاكل، ولا هما الاثنين عليهم العامل ده، هما الاثنين عليهم ان هما ينجحوا العلاقه دي، ولا الراجل؟ طيب تعالي نتفق ونقول الزواج قائم على الشراكه. مظبوط. يعني معنى كده ان احنا في مركب، المركب ده محتاج ان احنا الاثنين نساعد بعض ونتحمل المسؤوليه. ممكن يكون في القبطان اللي هيسوق، بس في القبطان اللي هيسوق وفي كمان الشخص اللي هيقول له السكه دي صح السكه دي غلط. فبالتالي احنا دايما محتاجين الاثنين مع بعض. ودي من ضمن المشاكل الكبيره قوي اللي بتقع، اللي هو ايه، انت ما بتعمليش وانت ما بتعملش. فبدل ما يبتدوا يفكروا على الحلول يبتدوا يشوفوا مين السبب، مين المتهم. حلوة قوي يا نور كلمة مين المتهم. لأن هي فعلا بيكون فيها نوع من أنواع الاتهامات. وأي شخص لو أنت اتهمتيه أول حاجة هيعملها إيه؟ هينفي الاتهام ويرمي المشكلة على اللي قدامه. بالظبط، هيحاول يدافع عن نفسه. يا إلا هيدافع عن نفسه بالعنف، يا إلا هيدافع عن نفسه بالعزلة إن ياخد جنب وما يواجهش، يا إلا هيدافع عن نفسه إن يبطل كلام، يا إلا هيدافع عن نفسه إن دايما يحاول يثبت لما الشخص التاني يغلط أهو. وهنا كده باظت العلاقه، لان احنا ما بقيناش في ايه، بقينا في حرب بقى. صح، مين فينا الغلط ومين فينا الصح، قاعدين بناخد سكور على بعض او نقط على بعض. حلوه الجمله دي، هي فعلا بناخد نقط على بعض عشان يوم ما نيجي نتكلم انت عملت واحد واثنين وثلاثه. وعلشان كده من اكتر الجمل اللي دايما بتستفز الطرفين كلمه انت. بدل ما تقول انت، او بدل ما تقولي انت او انت، لا ممكن نقول انا حاسه بكذا. كلمه انا تخلي الشخص اللي قدامك عنده قدره اكتر على الاستماع واكتر قدره ان هو يقدم الحلول. مع العلم بقى كمان ان الراجل بطبعه لما بيكون في مشكله بيحب المباشره، واحد اتنين تلاته. الست
للأسف الشديد لما بتيجي تتكلم مع الراجل بيبقى الهدف الأساسي إن هي عاوزة تطلع مشاعرها وتفضفض. فالراجل بطبعه أول ما تبتدي تتكلم وتفتح الحوار معاه أول حاجة بيعملها إيه؟ أول حاجة بيعملها إن هو يا إلا يقدم لها النصيحة، يا إلا يرمي عليها اللوم، يا إلا يحاول يقدم لها الحل. يا رجالة الستات مش هو ده اللي هي محتاجاه، خليها تكلم وتفضفض وتطلع كل اللي عندها، لان الست في الاخر ما بتوصلش للي هي عاوزاه غير في اخر الحوار مش اوله. بالظبط بالظبط، مستحيل هتقول من الاول بدليل مالك مفيش، 38 مفيش، لحد لما تقول ده لو قالت أيوة. في ايه يا اما أيوة. تقول له انت مش حاسس بيا، لو انت مهتم بيا هتعرف لوحدك. الكلمات المبهمه العبارات اللي مش مفهومه بالنسبه للراجل، فالراجل بيحصل له نوع من انواع البانيك، هو في ايه، هو حصل ايه. فدي لازم ناخد بالنا منها. طب دكتوره غاده انا بقول اتنين مفيش، بس التالته بقول على طول بقر على طول، ده معدل تباعي طبيعي ولا لا؟ ده معدل ممتاز، بس خدي بالك في الوقت المناسب. بتبقى كرامتي وجعاني كده في الاول، مفيش أيوة. مفيش التالته بالظبط بقول كل طيب. حاجه خلاص هو جميل، بس المهم تكون التالته يكون وقت مناسب. يعني ايه؟ ما ينفعش مثلا يبقى لسه راجع من الشغل ونطلع في التالته على طول الكلمه. لا لا لا. دي حاجه ما ينفعش يكون هو ما عندوش استعداد ونتكلم. ما ينفعش اكون مثلا زنانه انت كذا انت كذا، لا لازم بس يكون في فن شويه في الايه، في طريقه الكلام. ذكاء جميل. طيب كل واحد بيعبر عن الحب بطريقه مختلفه، والازمه بتبقى انا مستنياه ان هو يعبر بالطريقه بتاعتي، يحبني بطريقتي، مش يحبني بطريقته هو. انا عايزاه مثلا انا احبه يجيب لي هديه او يقول لي كلمه حلوه او هو ما بيعملش كده، هو بيعمل حاجات تانية. بيحبني بس طريقه تعبيره عن الحب مش ده اللي انا عايزاه. ممكن مثلا يعتبر ان اهتمامه بشغله وبالبيت وبالمصاريف وبالولاد ده حب، ماشي حلو كل حاجه، بس انا عايزه حاجات تانية، وده بيبقى سبب خلافات كتيره جدا جدا. ازاي اعرف ابرمج نفسي ان انا اقبل الحب بطريقه اللي قدامي؟ وهل اصلا هو ده صح، ولا الصح ان انا عايزه الحب بطريقتي انا؟ طيب الصح الاول ان انا اعرف ايه لغه الحب بتاعتي. طيب انا بتاعتي انا شخصيا، بتاعتي انا الاول. حل. دايما نبدا بنفسنا في كل حاجه. ابتدي بنفسك في اصلاح الغلط، ابتدي في نفسك في التعبير عن مشاعرك، ابتدي في نفسك في حب نفسك وتقديرها، لان الشيء اللي بيجي من الداخل وبيطلع للخارج يبقى اكثر قوه، لكن هتاخديه من بره لجوه ولا يسوى. فاول حاجه انا لغه الحب بتاعتي ايه؟ هل لغه الحب بتاعتي الكلام الحلو؟ هل لغه الحب بتاعتي الوقت اللي هو الكواليتي تايم اللي هو ذو قيمه؟ هل لغه الحب بتاعتي ان انا اقدم خدمات؟ هل لغه الحب بتاعتي انه يجيب لي هدايا؟ فلغات الحب متنوعه، بس هم ساعات كده بيلخصوها في خمس لغات للحب. بعد ما افهم لغه الحب بتاعتي مهم جدا ان انا اسال الطرف الثاني او ابتدي اراقب تصرفات وسلوكيات الطرف الثاني اللي هتخليني اعرف لغه الحب بتاعته ايه. ومن هنا بقى كل واحد فينا هيبتدي يدي للتاني اللي هو عاوزه، ودي برضو بتعتمد على التواصل الفعال، نتكلم نفهم بعض، يبقى في ذكاء اجتماعي، يبقى في ذكاء عاطفي، اشوف ايه اللي بيمله. يعني لو لقيته مثلا دايما زي ما انت قلتي ايه بيروح الشغل، ممكن تكون اللغه بتاعته لغه ايه، ان انا بديكي الامان، بديكي الخدمات، بديكي السبورت. انت دايما لو لاحظت ان هي طول النهار بتتفرج على التلفزيون على مسلسلات تركي او افلام رومانسيه، اعرف ان هي بتحب المشاعر وبتحب الاحاسيس، بتحب الكلام الحلو. فكل واحد فينا ليه اللغه بتاعته. كنت عندي مثلا يعني المفروض يمشي على كتالوجي مش يديني الحب بطريقته. طيب تعالي نتفق ان الحب ملوش كتالوج. بمعنى ايه؟ كل واحده ليها الكتالوج بتاعها. كل واحد ليه كتالوج، بس كلمه كتالوج دي بمعنى ايه؟ الكتالوج ده بيتغير على فكره. ايوه يعني الكتالوج وانا عندي 20 غير كتالوجي وانا عندي 30 غير كتالوجي وانا عندي 40. فدايما البوابات العمريه بتاعتنا اللي بنمر بيها بتعمل بعض الاختلافات، فالكتالوج ساعات بيتغير. فعشان كده لازم نعمل ايه؟ ابديت، لازم نحدث الكتالوج. ولما نيجي نحدث الكتالوج لازم نفهم الطرف الثاني انا محتاجه ايه، وده بيعتمد ان انا كل فتره بعمل حاجه اسمها اعاده تقييم لشخصيتي، اعاده تقييم لاحتياجاتي، اعاده تقييم للشيء اللي انا حاسه انه ناقصني. ومعظم الستات بيميلوا لاهم حاجه هو الاشباع العاطفي. وكلمه الاشباع العاطفي دي كلمه قويه لانها بتبقى صعبه على الرجاله انهم يقدموها. الإشباع العاطفي هو المدخل إلى الست.
ودايما ده بيكون من خلال الاستماع. الكلام الحلو، الكلام الجميل اللي برضو بيصدقوا الافعال. اما الراجل بيميل دايما للاشباع مختلف، وهو الاشباع الحميمي، ان انا في بيني وبينك علاقه حميميه. فلازم يبقى فيه الحاجتين دول بين الراجل وبين الست علشان يقدروا يكملوا بعد كده ويبتدوا يبصوا على نقط التانية اللي لازم يركزوا عليها في حياتهم. طيب دكتور، انا في حاجه عايز اسال فيها، لانه في بنات وستات كتير عندهم الحته دي، لك انا لو طلبت الحاجه او لو قلت له يهتم بيا ازاي او يعمل لي ايه، خلاص انا الحاجه دي مش عايزاها تاني. يعني ادام طلعت من على لساني كده مباشره، خلاص يعني خلصت، مش هبقى عايزاها تاني، او هبقى احس ان هو بيعملها علشان طلبتها او بيعملها علشان خاطر يرضيني وخلاص وينزلني من بقى من فوق دماغه. يعني بيبقى الاحساس كده، فالحكايه بتبقى فاقده لمعنى الرومانسيه، وان هو ايه ده، الله ده خد باله، الله ده عارف، الله ده حس بيا لوحده. بتبقى مختلفه تماما، ان انا اقول هات لي ورد، انا عايزه ورد يا ابراهيم، أنا عاوزة يعني ورد يا ابراهيم، او خرجني او صف او قول لي كلام حلو. يعني ازاي اروح اقول له قول لي كلام حلو؟ مش سهله برضو. ما احنا مش هنبقى مباشرين قوي كده، بس تعالي اقول لك على حاجه. انا كنت مره عامله كده، اللي هو مباشر غير مباشر اللي يفهمه الراجل، اللي هو بقى نقطه ايه، هل الاهتمام بيطلب ولا ما بيطلبش؟ بيقولوا ما بيطلبش. لا، احنا بقى نمسك العصايه من النص. الاهتمام الاول بيطلب، لان ممكن يكون هو مش فاهم احنا محتاجين ايه، او مش فاهم الطريقه اللي هنحس بيها ان هو بيحبنا ازاي. وبعد ما نقوله، المفروض هو يملك من الذكاء والحنكه ان هو بقى يبتدي يديه. طيب نفرد بقى ان هو ما ادهوش، نبتدي نعمل ايه؟ لما يعمل تصرف بسيط، دايما احنا اسلوب التعامل الجيد مع الازواج ومع الاطفال، وانا ربطت الزوج بالطفل ليه بقى، ان هنا اعمل ايه، ان انا دايما اعزز السلوك الايجابي، يعني اشكر لو عمل حاجه، احسس بالتقدير، احسسه دايما ان هو قوي وان هو قادر على اسعادي. ودايما اتجاهل عن السلوك السلبي، يعني ما امسكش الحته اللي ناقصه، انت ما بتعملش وما بتعملش وما بتعملش. لكن ممكن وانا قاعده اقول مثلا احلى حاجه فيه ان هو دايما كذا، انا اتبسطت قوي لما شغلت الاغنيه اللي انا بحبها. انت كده بتشجعيه اكتر انه يعملك اللي انت عاوزاه. حلو. بس في بقى حاجه، ايه؟ ساعات كتير احنا بنخش في العلاقات زي بالظبط السفر. هديكي مثال لذيذ وهيعجبك. انت دلوقتي نفسك تسافري مكان معين، وعندك توقعات ان المكان ده ما حصلش. دفعتي الفلوس وخدتي اجازه من الشغل وضحيتي بحاجات كتير عشان تروحي المكان ده. وبعدين بعد ما روحتي المكان ده، فوجئتي ان المكان ده مش مناسب ليكي، او المكان ده مش زي توقعاتك، او مكان سيء. هتعملي ايه؟ هترجعي؟ لا، هكمل الرحله. هي دي. اللي بيستخسر بيخسر. وده بالظبط اللي ساعات كتير بيحصل في العلاقات. ان انا ساعات بلاقي نفسي في مكان مش مناسب، ومع شخص مش هو ده اللي انا عاوزاه، وتوقعاتي كلها كانت غلط. وبفضل احاول احاول بزياده عن اللزوم. جميل ان احنا نحاول، بس لازم يكون عندنا الذكاء والوعي والنضج امتى نقول كفايه كده. بالظبط، امتى تنور اللمبه الحمراء وامشي. بالظبط. لما يحصل ايه بقى، لما اشوف ايه قدامي او خلاص، لما نشوف حاجات انا بالنسبه لي انا غير مناسبه. ليه بقول كده؟ لاني ممكن في اشياء انت توافقي عليها وبالنسبه لك اتس اوكي ومناسبه ليكي، وممكن اشياء بالنسبه لي هي نفس الاشياء اقول لك لا انا ما استحملش. فدي بتعتمد على قدره الزوجه على التحمل، تربيه ونشاه الزوجه، هي اتربت على ايه وشافت ايه. وحاجه كمان، ساعات مثلا على سبيل المثال ممكن تكون شخصيه معينه للزوجه، شخصيه معينه للزوج، الشخصيتين دول مع بعض بيبقوا عاملين زي الحلة اللي لقت غطاها. يعني مثلا هي عندها مثلا اعتمادية عاطفية رهيبة، ما بتعرفش تتصرف، ما بتعرفش تعمل حاجة، ما بتعرفش كذا، وهو عنده حتة السيطرة والتحكم. الاثنين ممكن يمشوا مع بعض جدا. بالظبط. ممكن بقى بالعكس، هي شخصية عندها حتة الطاقة الذكورية عالية والاستقلالية عالية، وهو في نفس الوقت بيحب السيطرة وبيحب التحكم، مش هيمشوا مع بعض. فعلشان كده دايما بقول لك مهم قوي ان انا اشوف ايه النقط بتاعتي، ايه الخطوط الحمراء بتاعتي، ايه الاشياء اللي ما ينفعش تحصل. وده بقى من هنا بنقول ساعات كتير مثلا تقول لي ايه المواصفات اللي ممكن واحده ما تستحملهاش في الراجل، فانا اقول لك ايه، لا مش هنقول ايه الراجل اللي ما بستحملوش، هنقول ايه الصفات او السلوكيات اللي ممكن تكون في راجل بالنسبه للست او بالنسبه لمراته هي تحديات ما استحملهاش. في واحده تقول لك ما استحملش الراجل البخيل، في واحده تقول ما استحملش الراجل الخاين، في واحده تقول ما استحملش الراجل التجنبي اللي ما بيعبرش عن مشاعره، فكل في واحده تقول ما استحملش الراجل الفاشل.
فكل واحدة فينا عندها خطوط حمراء بتاعتها. مش مهم نقول ايه هي الخطوط الحمراء، مهم هي تبقى عارفة ايه الخطوط الحمراء بتاعتها. طيب من وجهة نظرك شايفة العلاقات محتاجة شوية تمثيل او تزويق احيانا طبعا، مش طول الوقت، ولكن محتاجة ان انا ابقى بعمل حاجة وانا مش مقتنعة بيها قوي، او بقول كلام انا مش طالع من جوايا قوي، بس بحاول اعمل بيه توازن بس عشان ارضي اللي قدامي، او علشان اكسب مشاعر اللي قدامي وثقته فيا واخليه هو كمان يعمل كده معايا، ولا مش المفروض ده يحصل بعد الجواز وابقى حقيقية صد رد كده على طول؟ اللي هي بقى ايه، بص ما تزعلش مني انا صريحة. مع احترامي انت ما بتعملش في حاجة خالص. يا سلام، اتدمر الراجل خلاص كده. تعالي اقول لك على حاجة، هو مش منافقة ولا زيف ولا لبس اقنعة، هو ذكاء عاطفي واجتماعي. بمعنى ايه؟ ان احنا ممكن نقول الحقيقة بس بطريقة ظريفة، ولا ايه رأيك؟ طبعا. طيب فساعات كتير ستات بتعمل ايه؟ ستات دايما لما فيش حاجة تعجبها تقوم قلبة وشها. لا، ليه؟ لان دايما العلاقة الزوجية قائمة على بعض من التنازل. انا اخترت كلمة بعض متعمدة، لان كثير من التنازل مش مطلوب في مش العلاقة، مش كويس خالص طبعا، لان ده معناه ان انا بدي عطاء غير مدروس، وبدي عطاء لشخص ما يستحقش، والنتيجة مش تبقى كويسة. بالظبط كده. لان انا في الاخر هحس ان انا فضيت. في ستات كتير تيجي تقول لي يا غدا انا فضيت، انا بقيت فاضية من جوه. فاول ما تقول كده اعرف انها ايه، ان هي من النوع اللي بتحب دايما ترضي الشريك على حساب احتياجاتها، ممكن على حساب بعض الاحتياجات، لكن ما ينفعش على حساب الاولويات. والكلمة دي خطيرة، لان الاولويات لو الشخص جه عليها مش هيقدر يستحمل. لكن لو بعض الحاجات الثانويات ممكن اتنازل واجي عليها، هتمشي المركب وهتبقى العلاقه جيده جدا، وهو هيحس بنوع من انواع الدعم النفسي والعاطفي. فيحس ان هي دايما سند ليه، دايما. مش ساعات كتير رجاله كده تقول لك ايه، ربنا يخليها لي استحملتني كتير. الكلمه دي حطي تحتيها نقط كتير. طبعا استحمل بس ما اجيش على نفسي. الأولويات والثانويات ثابتة ولا برضو متغيرة من كل شيء؟ كل اتنين كل زوجين متغير. هل انت مثلا تتخيلي زوجة زي أم، زي واحدة دخلت في مرحلة عندها ابن مراهق، زي واحدة دخلت مثلا في الفترة اللي هي بتاعت أزمة منتصف العمر، كل وقت ليه احتياجات، فلازم نبقى احنا عارفين احتياجاتنا. فالزوجه مثلا بتيجي في الاول عاوزه الحب وعاوزه المشاعر وعاوزه الخروج وعاوزه النزول. طب ولما تبقى ام، هل دي هتبقى احتياجاتها؟ وخاصه طبعاً لو اول طفل ليها. لا طبعا. وخاصه كمان لو مثلا بتشتغل. لا طبعا احتياجاتها تختلف. مزبوط. فلازم يبقى في عندنا الوعي في الحته دي. دايما بقول كلمه الوعي. الوعي مفتاح لحاجات كتير. لان الوعي هيخليكي تبقي عندك اكثر قدره على التكيف واكثر مرونه في الحياه الزوجيه، فهتقدري تمشي امورك. طيب كويس جدا. يعني هي فكره انه الراجل والست هما الاثنين بصراحه لازم فعلا يكون عندهم وعي، ولازم يكون عندهم استيعاب لكل، يعني مين فيهم يبقى عنده استيعاب اكتر، الست ولا الراجل؟ دايما يقول لك الست هي اللي في ايديها مفتاح الراجل، هي اللي في ايديها مفتاح السعاده في الحياه، هي اللي بتعرف تدير. لو حياتها تعيسه بتبقى هي السبب، ولو حياتها سعيده بتبقى هي السبب بسبب ذكائها او انها معاها المفتاح. هل ده حقيقي؟ بيعتمد على شخصيه الراجل والست. دايما هتلاقي احد الاطراف، مش ممكن العلاقات دي مش ممكن طبعا مش مستقره ابدا، هتلاقي دايما واحد من الاطراف، يا الا الزوج يا الا الزوجه، بيبقى عنده اكثر قدره انه يمشي الامور. والحته دي مهمه جدا. يعني ايه يمشي الامور؟ يعني هتلاقي دايما في واحد بيمشي المركب اكتر شويه. على فكره ده مش ضعف، يعني بالعكس، احنا عاوزين الدنيا تمشي وعاوزين الحياه بتاعتنا تمشي، فواي نوت. فما نقدرش نقول الراجل ولا الست. بس في بقى نقط مثلا معينه، ان الست دايما مهم ان هي تخلي البيت بتاعها بيت جاذب. لان في ستات بتخلي البيت بتاعها بيت طارد. يعني ايه؟ ساعات بتشوفي كده رجاله بتفضل قاعده في الشغل لغايه اخر واحد، يا ابني روح. لا 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 لا، هو عاوز يروح ينام. اول ما يعمل كده اعرفي ان الست بتعمل منفرات كتير في البيت. فدي نقطه مثلا مهمه. الست عندها قدره اعلى على الاحتواء، والرجل عنده قدره اعلى على الاستقلاليه. وان هو يدي. فلو هي احتوت وهو ادى، هنلاقي ان الدنيا ماشيه احسن، العلاقه بقت ماشيه كويسه. طيب بالنسبه بقى لفكره انه دلوقتي بقى في ستات كتير عندها وعي بفكره انه انا لو عندي مشكله في حياتي الزوجيه اروح لاستشاري علاقات زوجيه، ونتكلم انا وجوزي ونشوف ايه المشاكل اللي عندنا، نعرضها قدام الاستشاري ونشوف، ونحاول نشوف حل، او نحاول نتوصل لحاجه او خط نقدر نمشي عليه احنا الاثنين ونبقى مستقرين نفسيا وعاطفيا وكل حاجه. انما في كتير من الرجاله بيبقى بيقاوح جدا في الحكايه دي. قولي لي انت رايك،
رايك ايه في فكره ان احنا نلجا لاستشاري علاقات زوجيه، وبرده ليه الراجل بيبقى عنده مشكله في انه يروح يحكي عن حياته؟ مش لازم تفاصيل التفاصيل، انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يكون بيدور في السيشن او في الجلسه يعني، ولكن هو رافض الفكره تماما ان هو يروح يحكي عن حياته في البيت مع حد. طيب تعالي الاول نقول الخبر. لا لا طب نروح لحد من اهلك احسن. تعالي الاول نقول الخبر الحلو. الخبر الحلو ان احنا عندنا الثقافه اختلفت كتير. يعني كنا زمان اول ما نقول دكتور نفساني او حد بتاع تنميه بشريه او لايف كوتش، اول حاجه ايه دي؟ هتضحك عليكي، دي هتخليكوا تتطلقوا، دي كذا. فالفكره دي ما بقتش موجوده زي الاول. بس انا بفضل ايه؟ بفضل ان الطرف اللي بيعاني واللي فكر انه يروح يبتدي الاول يروح هو. ليه بقى؟ لان لما يروح هو فيش علاقه زوجيه فيها مشاكل غير لما يكون في اتنين مسؤولين عنها. اكيد مش شرط الاتنين غلطانين، بس في واحد ممكن يكون بيقبل الاهانه فزود المشكله. فالاول الشخص اللي عنده النيه انه يروح بيروح لوحده ويبتدي يشوف نقط الضعف او ايه الحاجات اللي بيعملها غلط او وبعد كده هيبتدي يحس فيه نوع من التغيير. والطرف الثاني هيشوف التغيير ده. ممكن في الحاله دي يكون عنده استعداد انه يروح. بس عاوزين بقى ناخد لما يشوف نتيجه حلوه قصاده اصلا، لما يشوف فيه تغير. لما يشوف ان هي قالت له على فكره انا لما رحت اكتشفت ان انا بعمل كذا غلط، حقك عليا لو انا بغلط في كذا. لان الرجاله بتبقى صعب عليهم قوي انهم يشاركوا خصوصياتهم، دي رقم واحد. صعب عليهم قوي ان يقعد جنب قدام حد يقول انت غلطان. لان احنا عندنا الرجاله بتاخدها يعني ايه الانا بتاعتها بتوجعها شويه. فايتس فاين. فخلينا كده فينا حته ايه؟ مش تلاعب. في تلاعب ايجابي على فكره وفي تلاعب سلبي. التلاعب الايجابي ان انا احاول اوصل للي انا عاوزاه بس بطريقه هاديه وبطريقه تدريجيه. واللي انا عاوزاه هو نجاح البيت، فدي ده حق مشروع جدا. فلما الست تعمل كده حاجه كويسه. وخليكي عارفه انا اول ما شخص بيجي لي اول سؤال بساله انت جاي من نفسك ولا انت جاي مضطر؟ لو جاي من نفسه هيبقى فيه ان نتيجة شاء الله حلوة نتيجه جدا. جيده. جاي مضطر هو جاي بيقضي الواجب او جاي لهدف معين وخلاص، مش هنحقق نتيجه. دكتور غادة فكري استشارة العلاقات الأسرية، وقتنا معاكي طار هوا. اتكلمنا عن سنة أولى جواز ولسه ملحقناش نتكلم عن أول بيبي، فلازم يكون لينا لقاءات تانية لأنه في حاجات كتير فعلا لازم نتكلم فيها، مشاكل كتير ومراحل مختلفة بتمر بيها الست، ازاي تقدر تحافظ على استقرارها الأسري والنفسي، ده لازم نعرفه معاكي في حلقات جاية كتير. بس دلوقتي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، وشكرا على المعلومات المهمة والنصائح المهمة اللي قلتيها لكل الستات وكل المقبلين على الزواج. شكرا ليكي جدا يا دكتورة. شكرا كل ليكي. ميرسي ليكي جدا، نورتيني. وكانت ضيفتي في الفقرة دي دكتور غادة فكري استشاري العلاقات الأسرية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، نتقابل بكرة في حلقة جديدة من حلقات انتي على شاشة ETC الساعة 5. سلام.